شوفوا انا مصور ما بين وما بين النمر نص متر بس. اليوم زيارة الى رجال الشيخ زايد، موجود في ابوظبي، يعجبكم وتشوفون اشياء جميلة. هذا المدخل، طبعا تيكت تدفع فيها تذاكر، وراح نشوف مكان تذاكر. هذاك مسار التذاكر نشوفه. شوف المدخل جميل كبير رائع. تابعينا الكرام، يلا جينا دخلنا على المهرجان الان من البوابة الكبيرة اللي انتم شفتوها. السلام عليكم. السلام عليكم شباب. السلام ورحمة الله. ان شاء الله في لوحات حلوة جميلة. انا شدني اللوحة هذه او العمل الفني الجميل للخيل. في برج يتوسط المهرجان من داخل وعلى شكل شاشات عرض كذلك. هذا واحد من القوارب المعروفة المحلية، طبعا هذا نموذج له، قارب شراعي كانوا يستخدمونه الأول. أوه هنا تراث. السلام عليكم. جواكم الله. شو اللي يسوي؟ يسوي المسلة هذا قديمة يعني. هذا الآن شكل أحبال أنت قاعد تسوي ولا لا؟ كل أحبال. و ما الشاب الطموح هذا؟ أصنع الشاش اللي هو قارب الساعة. الشاشة. كله من ساعة النخيل، من الزور. زور النخيل. والشراعية يعني. الشراعية وفيها المقدار مرة. هذه شنو هدية؟ هذه هدية. هدية؟ حلوة الهدية، مقبولة من عندك، شكرا. عادي بعد 3 أيام بجهز لك هدية لأن سعر الحبل. 3 أيام يمكن. 3 أيام يمكن ما أكون موجود يا أخوي. هذا نماذج الصيد يسمونها، شو اسمها؟ شو يسمونها عندكم هذه؟ هذا القرقور. إيه اسم قرقور هذا يسمونه، يصدون فيه الأسماك، يحطون فيه طعم، ينزلونه داخل البحر. وتتجمع فيه الأسماك، تدخل من فتحة وما تقدر تطلع، يجي بعدين الصياد، صياد الأسماك ويطلع الأسماك الصيد اللي موجود في وسطه. هذا الليف يطلعونه من النخل، وهو اللي قاعد الآن يسويه الأخ قديما، منها الأحبال. هي نعم، يسوون السله للسمك او انه اشياء منوعه. عندك الزينه مثلا. انت من وين اخذت الحرفه هذه؟ من اجدادنا. يعني انت توك شباب. شباب بس تعلمتوا يعني. عشان ما ننسى هذا التراث. طبعا هذا قسم خاص بالحيوانات بنشوفه. هذا النهر تقريبا. شوفه. بعيونه طويله. يا جماعة أنا حسبته محنط، طلع هذا نمر، النمر الأبيض نايم أعطيها نومة. تخيل أول ما يقوم، أوف خطير والله خطير. شوف أنا مصور ما بين وما بين النمر نص متر بس، يعني لو طبعا بس في قزاز حماية لا تخافون. مرة يمي لو مد يدي، لو ما في ازاز ومد يدي بتدخل يدي داخل حلقه على طول. حياكم الله شباب. اهلا وسهلا. الله يعافيكم ويسلمكم ما شاء الله عليكم. حبابنا اهلا وسهلا. اعطينا. نورونا حبابنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. وقواكم الله يا اخوي. تفضل جرب. تمر هندي. تمر هندي.
يلا خلنا نجرب. يا سمراي يا تمر هندي. ايوه. يا اطيب مشروب عندي. اه ما يحتاج، شوفوا هذا شغلهم الحلو والزين اللي موجود. الان هذا مشروب تمر هندي صح؟ نعم، وهذا توت الشامي. اها يعني اثنينكم ما انتوا مثل بعض. جنب البرج يسوون الحلوى العمانية. الشباب يجهزونها ويعدونها. حلوى معروفة العمانية مشهورة ولها مكانات. أحد التراثيات هذه. السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ نجرب ولا ما نجرب؟ هذه ايش يسمونها؟ هذه يسمونها طبل. طبل؟ إيه؟ أنا عارف إنه طبل، لكن كل طبل له شكل، كل طبل له اسم، كل طبل له عنده القصه. ها؟ رحماني وكاسم. أعتقد رحماني؟ هذا رحماني وهذا كاسم. في شيء اكبر انا شايف، في فرق اماراتيه يستخدمونه، يحطونه قدام، يسمونه الليوه. هذاك حق الليوه. يعني يختلفون عن هذول. طيبه، بارك الله فيكم، مع السلامه. شلون يبا؟ يقول لك هذاك اللي تطلع انت الكبير يسمونه مسندو. ما هو اللي تحت، لا يشيلونه، يكون يشيل الواحد. هو نفسه يعني؟ ايوه. شكرا لك. يربطونه مع نعم مضبوط. وتشوف العرضه بالصف 10 ولا 20 كل نفسهم معاهم الطبول، يعني مقابلينهم بعد نفس الشيء. ايش اسمه؟ مسوندو. شكرا لك يا مرحبا، يعطيكم العافيه، ما قصرتوا. تبريز. بعض التطريزات والشغلات اليدويه الحلوه الجميله القديمه اللي يقومون فيها، والحرف القديمه يعملونها قدام الجمهور اللي يحضرون هذا المكان حتى ما تنسى وما تندثر. شايل وياك. شايل وياك. صاير وين صاير؟ راح اوزع الفريق عليهم. بتوزع على الفريق؟ توزع عليهم الماء. هذه ايام اول يسقون الفريق بهالطريقه هذه. يعطيك العافيه. شوف هذا اللبس الشعبي الخليجي، البشت، واني ما ادري والله ايش يسمونه هذا البشت، النسائي اتوقع. دخلنا مثل السوق، يعرضون عليه منتجات تعتبر شعبيه، تعرض للبيع للجمهور، يقدرون يشترون من هذه المنتجات. يا
شوف هذه الدلال والمباخر الخليجية المعروفة هذه. وهذه الدلال دلال الأول اللي يسوون فيها القهوة. هذه من أي تاريخ لي؟ ها؟ للبيع؟ للبيع. كم سعرها؟ كم سعرها هذه؟ 500. 500 بس؟ والله رخيصة تراثية هذه. معاها اسطوانات ولا ما معاها اسطوانات؟ ما للأسف. بدون؟ تشتغل ولا ما تشتغل؟ مضمونة شغل ولا لا؟ لا. غير مضمونة؟ ديكور بس. قطعة أثرية معروفة هذه، ما أدري والله شو يسمونها؟ شو يسمونها؟ تعرف اسمها ولا لا؟ شو اسمها؟ سيفونية. اسمها سيفونية. وين في مصر ولا وين؟ مصر. في مصر. خلاص كده اللي جاي يلا بكم يا جماعه. هذا خزرجان. هذا من الأشياء الشعبية. هذا قرص بالبيض. هذا الجيمات. حلو جوعوني، حسيت بالجوع. أكلات شعبية حلوة وجميلة شفناها عندهم. جوعان كل. شوفكم على خير. لايك واشتراك ومع السلامة. متابعينا الكرام، خلصنا جولتنا في مهرجان الشيخ زايد الله يرحمه لهذا العام 2023. طالع الآن خلاص منتهي من المهرجان. مثل ما دخلنا الحمد لله استأنست وشفنا أشياء حلوة وجميلة، أتمنى إن شاء الله راح تعجبكم. أتمنى من عندكم تعطونا تعليقاتكم واللايك، واللي ما اشتركوا معنا إلى الآن تنتظرون إيش؟ اشتركوا معنا وحياكم الله.